السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبابنا الكرام، طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وهذا مجلس جديد من مجالس الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الترمذي ولد سنة 90 و200 من الهجرة، وهو إمام عالم بالحديث ومصنف فيه، فهو صاحب الجامع المعروف بسنن الترمذي. ولد في ترمذ ثم ارتحل لطلب الحديث، فذهب إلى خراسان والعراق والحجاز، إلا أنه لم يرحل إلى مصر والشام، وحدث عن جمع كبير من المحدثين. ويكفيك أنه حدث عن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وأصبح ضريرا في كبره بعد رحلته وكتابته للعلم. قلنا حدث عن الإمام البخاري واشترك معه في بعض الشيوخ، نعم شاركه في بعض الشيوخ كقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وابن بشار وغيرهم. قال ابن خلكان: هو أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، وبه كان يضرب المثل، وهو تلميذ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وذكر ابن حبان أنه كان ممن جمع وصنف وحفظ، والإمام الترمذي صاحب لجامع من الأئمة الستة الذين حرسوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت كتبهم في عالم السنة هي الأصول المعتمدة في الحديث، ومن الذين أضر الله وجوههم لأنه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه كما سمعه. قال الإمام إسماعيل الهروي: جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، والجامع يصل إلى فائدته كل أحد. نعم، الإمام الترمذي له فضائل كثيرة يصعب حصرها في هذه المقدمة الوجيزة، فنضرب عنها صفحا، ومن أراد المزيد فليراجع كتب التراجم كثير أعلام النبلاء والموسوعات الحرة في الإنترنت. ونشرع بإذن الله تعالى في هذا الكتاب العظيم، وهو من أجمع وأفضل ما صنف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والشمائل هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفاته الخلقية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولك أن تقول باب، يعني باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا، أو باب مبتدا باب وبعد ذلك المضاف إليه. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون كل هذه الجملة خبرا أيضا لمبتدا محذوف. قال: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، والبعض يقول بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هنا المعنى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وأنه كان ربعة يعني متوسطا، لا هو طويل بالطول المفرط ولا هو قصير بالقصر الشديد، وإنما كان وسطا بين ذلك. نعم، ولا بالأبيض الأمهق، أبيض الأمهق البياض المذموم البياض الشديد، هذا مذموم. ولا بالآدم يعني ليس بالأسمر، آدم عليه السلام سمي بآدم، قيل آدم بسبب الأدمة
يعني السمرة، أو من الإدام، أو من الأديم، من أديم الأرض. خلق الله سبحانه وتعالى آدم من أديم الأرض، قبضة قبضها من أديم الأرض، يعني من جميع تربة الأرض. فجاء بنو آدم على مثل ذلك، منهم اللين ومنهم الصعب ومنهم السهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وحديث صحيح. إذن ليس النبي صلى الله عليه وسلم أبيض أمهق، بياض الشديد، ولا بالآدم يعني الأسمر، نعم، إنما كان بياضه مشربا بحمرة كما سيأتي معنا، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، يعني ليس شعره متثنيا متجعدا كما يقال في العامية أكرت، ولا بالسبط يعني مسترسلا مثل شعر الصين واليابان، إنما كان وسطا بين ذلك صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهو نبي الوسط أيضا في صفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، نعم، فأقام بمكة 10 سنين، هذا في إشكال في الرواية أو في الدراية، وهو متأول عند العلماء، فيمكننا أن نجمع بين هذا وبين الآثار الأخرى التي تثبت أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة، وهذا هو الراجح. إذن لماذا قال 10 سنين؟ لأنه يقصد بعد إظهار النبوة، لأن الدعوة في دعوة سرية ودعوة علنية. الدعوة السرية استمرت 3 سنوات، ثم بعد ذلك كانت الدعوة العلنية، فبدءا من الدعوة العلنية هي 10 سنوات، نعم. وبالمدينة 10 سنين، هذا متفق عليه. وتوفاه الله على رأس 60 سنة، هذا أيضا في إشكال، والعلماء يرجحون أن هذه الرواية نعم صحيحة، ولكنه أراد أن يسقط الكسر، لأنه هو 63، الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن 63 سنة طبعا هجرية، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي أن الشيبة في لحيته صلى الله عليه وسلم وفي رأسه كان قليلا، بحيث لا يصل إلى 20 شعرة كما في رواية أخرى. قال الإمام: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. هنا قوله أسمر اللون، ومضى معنى أنه ليس بالأسمر، فكيف يمكننا أن نجمع بين الروايتين؟ القاعدة تقول: إذا أمكن الجمع فلا تعارض، لا نرفض الحديث الأول ولا الثاني، وإنما نثبتهما معا. لماذا؟ لأن المقصود هو البياض المشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة، ليس المقصود أنه أسمر سمارا شديدا، إنما هذه الحمرة الخفيفة قد ترى يعني في الشمس أو في غير ذلك ترى بأنها سمرة، نعم، ولكن في الواقع هي ليست سمرة وإنما هي حمرة خفيفة، فكان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم. إذا مشى يتكفأ، يعني كأنما ينحدر من صبب، كما في وصف علي رضي الله عنه، عندما وصف علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينزل من منحدر، نعم. ومعنى نزول من منحدر، أحد الإخوة يسأل يقول: هل معنى هذا أن الوجه يتقدم ويعني في تأخر في ميل في البدن؟ لا لا، يعني هذا بالضرورة، وإنما يكون في سرعة، إشارة إلى السرعة في المشي. بعض الناس يعني رأى عن بعض الصالحين، بعض الناس كده المتزهدين، وجده بطيئا، فقال: لماذا تفعل هذا؟ قال: يعني هذا الرجل زاهد. فقال: كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. ورأى عمر رجلا هكذا يمشي ببطء تزهدا، أو يعني من باب أن هو يعمل عملا صالحا وأنه يمشي على الأرض هونا، فعلاه بدرته وقال: علامة تميت علينا ديننا، أسرع في مشيتك، نعم. قال:
قال حدثنا محمد بن بشار عن العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذني عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. مربوعا يعني بنفس المعنى متوسط القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو وسط بين هذا وذاك، بعيد ما بين المنكبين. هنا الفاظ لابد أن نفهم معانيها. ما هو المنكب؟ لاحظ معي في هذه الصورة، المنكب أو العطف ثاني عطفه، هذه المنطقة التي تصل بين الكتف والعضد، التي تصل بين الكتف والعضد، هذه المنطقة مفصلة، هذه تسمى بالمنكب. وأما الكتف فهو مثل العظمة المثلثة هذه، وأما الكاهل فهو ما بين الكتفين، نعم، أو العاتق، يحمل على عاتقه، يسمي العوام يسمونه بالكتف، لا الكتف هو هذه، الكتف هو هذه، إنما العاتق هو قمة الترقوة، والكاهل هو ما بين الكتفين، المنطقة التي بين الكتفين تسمى بالكاهل، وهذا هو العضد، وهذا هو المرفق، فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق، نعم، وهذا هو الزند أو الزند، البعض يقول الزند، وهذه الكعبرة من هذه الجهة، من جهة الإبهام. نعم، من جهة الخنصر أو الخنصر تسمى بالزند هذه العظمة، وهذا هو الكوع، وهذا هو الكرسوع، هذا هو الساعد، هذه المنطقة، نعم، البوع بقى يكون في القدم، والعقب هو المنطقة الأسفل هذه، العقب، هذا هو الكعب، أشياء مهمة جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقبة من النار. تعال نكمل بسرعة. قال بعيد ما بين المنكبين، وتروى بعيد، بعيد وبعيد، ما بين المنكبين يعني إشارة إلى عراض ظهره صلى الله عليه وسلم، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. في اختلاف في المعاني بين الجمة والوفرة واللمة. الوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن من شعر الإنسان، ينزل إلى شحمة الأذن، نعم، شحمة الأذن في آخر الأذن كما هو معلوم، المنطقة التي تضع المرأة فيها القرط، هذه الوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن. اللمة ما جاوز شحمة الأذن، سواء وصل إلى المنكبين أو لم يصل، سواء وصل إلى المنكبين أم لم يصل. وأما الجمة ما ضرب المنكبين، الجمة ما ضرب المنكبين، كان شعره صلى الله عليه وسلم طويلا فكان يصل إلى المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. هنا قال عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، يعني لا إنسانا ولا جمادا ولا نباتا ولا حيوانا، هو أجمل الخلق صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشاعر فمثلك لم ترى قط عيني، فأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، ولدت مبرئا من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل
يعني بخاري. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز أو ابن هرمز لك الوجهان، عن بس الأشهر هرمز، عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين، أي غليظ الكفين والقدمين، ولكن لا يشترط في الغلظ أن تكون الكفان خشنتين، لا، شثن يعني غليظ، ضخم، في ضخامة في اليد، في ضخامة في الرجلين، ضخامة في الرأس، ضخامة في العظام جليل المشاش والكتدي كما سيأتي معنا، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسروبة، مسروبة المنطقة التي بين أسفل الصدر هكذا النقرة هذه إلى السرة، في شعر متدلي في هذه المنطقة دقيق. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. الكراديس رؤوس العظام وجليل المشاش شبيه بها، ولكن المشاش هي أطراف العظام، يبقى الكراديس رؤوس العظام والمشاش أطراف العظام، الكراديس مجمع العظام أي المفاصل التي تلتقي فيها العظام، هذا هو الفرق بين الكراديس والمشاش. الكراديس بتكون المفاصل، نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم. هنا عندي في نسخة أخرى الممغيطي، الممغيطي، فعلى كل حال كلاهما صحيح، نعم. وسيأتي معنا تفسير هذه الكلمات الآن من كلام الإمام الأصمعي. كان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكدد والكتد أجرد ذو مسروبة شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت مع بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه محبة أحبه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط، الممغط أو الممغط الذاهب طولا، وقال سمعت عربيا يقول في كلامه: تمغط في نشابتي، أي مدها مدا شديدا. النشابة، النشاب هي السهام، جعبة النشاب هي الجعبة، هنا في نشابتي عندي في نسخة شيخ الألباني نشابتي، على كل حال جعبة النشاب أو النشاب اللي هي جعبة السهام. أي مدها مدا شديدا، والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط فشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تتن قليل، وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أواخر حياته قد بدن،
يعني غشيه اللحم، كسر لحمه صلى الله عليه وسلم بسبب متاعب الدعوة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حطمه الناس، يعني بعد هموم الدعوة وأشغالها، فغشيه اللحم، فكان إذا صلى يصلي جالسا. طبعا ليس معنى أنه يصلي جالسا في القيام أنه كان يصلي كل طوال الصلاة بالقعود، لا، كان قال السيدة عائشة عندما سألها عبد الله بن شقيق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد، قالت نعم بعدما حطمه الناس. فكيف كان يصلي؟ كان يقرأ وهو جالس ثم يقوم. نعم، كما قال السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني في عدد معين من الآيات يقرأ وهو إيه؟ وهو قائم، يقرأ وهو جالس ثم يقوم. أي السيدة عائشة قالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. الأصل يصلي وهو جالس ثم بعد ذلك يقوم ويقرأ مقدارا معينا من الآيات صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمراء والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. الكتد هو الكاهل الذي رأيناه ما بين الكتفين. نعم، والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور يقال حدرنا في صبوب وصبب هكذا قال الإمام الأصمعي. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. طبعا قوله إذا التفت التفت معا يعني كان متواضعا، إذا كلم شخصا يلتفت بجسمه كاملا، نعم يستدير بجسمه كاملا لا برأسه ولا بعينيه إنما بجسمه كاملا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. أدعج العينين أي أسود العين، أهدب الأشفار، الأشفار الشعر الذي ينبت في جفون العين، كان صلى الله عليه وسلم طويل الأشفار. أجرد يعني لا يوجد شعر في غير منطقة المسروبة في جسمي، يعني منطقة الصدر والبطن ليس فيها شعر إلا في منطقة المسروبة فقط. وفي ظهره أيضا خاتم النبوة كما سيأتي معنا، وغدة في محاطة بشعر جمعا بين الحديث كما سيأتي معنا. بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا. الله، يجود كريم سخي بالمال وبالكلام وبالمعاملة وكل شيء، وأصدق الناس لهجة، كان صادقا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة. وكما قال هرقل إنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله ولينهم عن ريكة طبيعة والسجية، لم يكن متكلفا. يقول توماس كارليل إني لا أحب محمدا لتلقائيته وبراءة طبعه من التكلف والرياء. تكلف ممجوج، الإنسان لا يحب التكلف، كن تلقائيا. من رآه بديهة هابه مفاجأة تخاف منه، ومن خالطه معرفة أحبه كما قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول ناعته أي واصفه
لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا قال النشاب النبل. نعم. والرجل الذي في شعره حجونة، والجعد شعره متجعد كموسى عليه السلام كما سيأتي معنا. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة. بعض يسأل بين يكنى، ما الفرق بين يكنى ويكنى؟ يكنى تخفيف ويكنى تشديد تكثير مبالغة. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصفا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. جميلة كلمة أشتهي، كأن هؤلاء الناس تحولت عندهم المكروهات، المكروهات المحرمات، المكروهات إلى الشيء المكروه، تحول عندهم إلى شيء مستحب، والشيء المستحب تحول إلى مكروه. كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم، فعكست المسألة عندهم، فأصبحت الجنة محاطة عندهم بالشهوات، فهم يشتهون الصلاة، القيام، ذكر الله، تلاوة القرآن، تعبد، عمل الصالحات، يشتهون هذا. حتى قال بعضهم اللهم إنا نخشى أن تسلبنا الثواب على الطاعة لأننا نشتهيها لأننا نحبها. الله، يا سلام، شوف الكلام جميل. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إنما بالنسبة بقى للمعاصي وحفت النار بالشهوات، لا، أصبحت النار عندهم محاطة بالمكاره يكرهونها. وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع. يا سلام، يعني أنت بتكون بتشتهي الطاعة ما بتعدش بقى في الوقت بغير حساب، زي ما تكون كده جالس بتفرج على ماتش كورة، زي ما تكون جالس بتستمتع بأي شيء، ما بتعدش الوقت، ما بتحسبش، ده بالعكس بتحب أن الوقت يطول، وكذلك مع الحبيب ومجالسة الحبيب. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشدب، يعني ليس بالطول المفرط، ليس بالطول المفرط، هنا المربوع يعني إيه؟ متوسط، يعني أقل من الإيه؟ يعني قصير، يعني المربوع قصير لأنه أقل أطول من المربوع، وأقصر من المشدب يعني أقصر من الطويل الطول المفرط. عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. نعم. أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب، يعني الجبين واسع، أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة، الحواجب رقيقة وغير مقترنة، سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، بين الحاجبين عرق، إذا غضب يرتفع هذا العرق ويظهر. أقنى العرنين له نور يعلو يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان، أو مفلج الأسنان يعني في انفصال بين الأسنان، دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية، كأن إيه تحفة تراها أمام عينك، في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر، في استواء مش بيأكل كتير وعنده كرش، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس رسل أظام كرامضان، أنور المتجرد يعني إذا ظهر شيء من جسمه ينير ما شاء الله، موصول ما بين اللبة والسرة، النقر اللي هي بين الثديين، هذه ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط اللي هو المصوبة كما مضى معنا، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، عالي الصدر طويل الزندين كما مضى معنا، الزند طويل الزندين،
رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين. رجليه مش تمشي عليها مش مستوية، لا في مسافة كده، في ارتفاع عن الأرض، دي من الصفات الجيدة. مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحدر ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، يبدر من لقي بالسلام. هند بن أبي هلال هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخ لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية قال الحسن سألت خالي، نعم أظن المعنى واضح، فخما يعني عظيما في أوصافه، مفخما معظما في صدور الصحابة. رجل الشعر، قلنا شعره ليس بالجعد القططي ولا بالصبطي، يمكن أن يفرق شعره. قال ابن القيم كان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، نصف كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. نعم كان في البداية يسدل ثم فرق بعد ذلك، والنصارى معروف عندهم، اليهود عندهم هذا، وهذا لا بأس به. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر، كما مضى معنا، أزهر اللون أبيض مشرب هو، واسع الجبين، أزج الحواجب. هنا أقنى العرنين، العرنين الأنف، طويل الأنف، فكان في أنفه شيء من الطول، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم. الشمم في الأنف ارتفاع القصبة مع استواء أعلى وإشراف الأرنبة، فالذي يراه بسبب النور والوضاءة التي تكسو وجهه وأنفه يظنه أشم، وليس بأشم صلى الله عليه وسلم، بسبب النور يظنه هكذا، بل هو أقنى الأنف، أي في أنفه طول. كث اللحية، لحية فيها إيه؟ فيها كثافة. سهل الخدين، ضليع الفم، سهل الخدين أو أسيل الخدين في بعض الروايات، أي إن خديه ليس بمرتفعين، مش كده برزين كده زي بعض الأطفال تلاقيك ما شاء الله. ضليع الفم، مفلج الأسنان، في تباعد بين الثنايا والرباعيات، وسيأتي معنا في روايات أخرى تباعد بين الثنايا وبعضها أيضا. دقيق المسروبة، كأن عنقه جيد دمية، في صفاء الفضة. بادن متماسك، سواء البطن والصدر بعيد ما بين المنكبين، بين أجو أنور المتجردي، وهكذا. طويل الزندين أو الزندين، الزند أسفل الذراع كما مضى معنا، رحب الراحة. سائل الأطراف أو شائل الأطراف، أي طويل الأطراف طولا معتدلا. خمصان القدمين، يعني كما قلنا لا يمسه. مسيح القدمين، ينبع عنه الماء إذا زال زال قلعا، يعني مش بيمشي يحك رجلي في الأرض، لا يرفع رجل ويضع الأخرى، وهكذا ليس فيه تماوت في المشي، يمشي هاونا كما قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هاونا. هذا الحديث وإن كان ضعيفا في إسناده ولكنه صحيح في معناه، فيه هنا فائدة جميلة أيضا، إذا التفت التفت جميعا، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، تواضع، خافض الطرف، نعم، جل نظره الملاحظة، يتأمل ويتفكر ويتدبر، ولا ينظر نظرا عشوائيا، يسوق أصحابه، كان يقول امشوا أمامي ولا تمشوا خلفي، اتركوا ظهري للملك. القائد الحقيقي هو الذي يفعل ذلك، إنما القادة اليوم يمشون في الأمام. يبدر من لقي بالسلام، يسلم على الجميع حتى وإن كانوا أطفالا صغار. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكال العين منهوس العقيب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكال العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقيب؟ قال قليل لحم العقيب، منطقة اللي في الأسفل،
هذه تسمى بالعقوق. هنا القاضي عياض استدرك فقال الشكلة في العين في هذا الكلام وهم، إنما الصحيح وقال شق طويل شق العين، لا قال المقصود أن بعينيه حمرة، يعني بياض يخالطه حمرة. نعم، منهوس العقب قليل لحم العقب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. الله. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني في لمعان وحدة مثل السيف، قال لا بل مثل القمر في الجمال والاستضاءة والتدوير. قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، في أيضا بهاء ولمعان إضاءة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي الأنبياء فإذا موسى صلى الله عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، أزد شنوءة هذه قبيلة من قبائل العرب موجودة في اليمن وفي عمان منهم الخليل بن أحمد الفريدي. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهًا عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهًا صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهًا دحية، دحية أو دحية في خلاف طويل بين العلماء في هذا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل في سورة البشر ينزل في مثل هذه السورة قريبا من سورة الدحية. موسى عليه السلام ضرب من الرجال يعني وسط من الرجال معروفون بالقوة والاعتدال وحسن القام. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. هذا آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الطفيل عمرو بن وسلة توفي سنة 1100 بمكة، هو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الصحابي الجليل ولد في السنة الثالثة من الهجرة، ولد في سنة أحد في عام أحد، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كان يميل الى التشيع، كان التشيع لعلي رضي الله عنه، وقيل مات سنة 2100. مليحا مقصدا وسطا ملاحة وجمال حسن صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، ثنايا في وسط الفم معروفة، نرتبها في ثور نض طنج، ثور ثنايا العليا ثم السفلى اثنين من فوق اثنين من تحت، ثم بتطلع بعد كده الراء الرباعية واحدة من اليمين واحدة من الشمال على نفس الترتيب، وبعدين النض النون النيوب برضه واحدة من اليمين واحدة من الشمال ومن تحت نفس الحال، يبقى دي الرباعية كسرت رباعية صلى الله عليه وسلم في عام أحد في السنة الثالثة من الهجرة في شوال. ثم الضاد الضواحك برضه واحدة من فوق واحدة من اليمين واحدة من الشمال من فوق ثم من أسفل نفس الحال، ثم
الطواحن 12، 3 من اليمين و3 من الشمال، ثم من أسفل مثلها يبقى 12، ثم بعد ذلك النواجذ أو أضراس العقل، واحدة من أقصى اليمين واحدة من أقصى اليسار ومن أسفل كذا. ذلك قال عضوا عليها بالنواجذ صلى الله عليه وسلم، لك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، في رواية أخرى نواجذه، يبقى الضحكة إذا كانت يسيرة فتبدو الأنياب، وإذا كانت كبيرة تبدو النواجذ، وكانت جل ضحكه تبسم كما قالت عائشة رضي الله عنها. أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، طبعا كالنور الإيه؟ كالنور الحسي، ولا يمنع أن يكون يوجد نور معنوي، نور حقيقي كان يظهر، كما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار كل شيء، أنار كل شيء، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء. لا يمنع معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ولكنه خلق من طين كما ثبت. باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واجع أي مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه أي من الماء الذي يتوضأ به، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، يعني مثل بيضة الحمامة، يعني تكون غدة هكذا وحولها شعر كما سيأتي في رواية أخرى. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي لفعلت. طبعا لم يفعل استحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن معاذ يوم ما تهتز له عرش الرحمن الله رضي الله عنه. هذا يدل على عظمة هذا الصحابي وقربه من الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم قدر الخلائق إلا الخالق سبحانه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. آخر حديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهري، قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي غدا في موعدنا بإذن الله وتوفيقه.